انت ما تكلمش على بعضك كده، في ايه مالك في نهارك الازرق ده؟ ايه حكايتك كده؟ ما تتكلم وتتعيد كده مالك، انت صغير ولا ايه؟ ما بيقولوا تبا لك يا بومة هتضيع اللي جابونا، كفايه نبر فيها علشان شكلك هتخربيها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديده عن عيله الجمل. معانا النهارده خناقه جديده لجلجل ومحمود الجمل، وبتقول له ما تصورنيش، وهو يقول لها انت كدابه ووقعتي بيني انا وسلمى مراتي، يا ترى ايه الحكايه؟ كمان هتشوفوا معانا رد فعل مضحك جدا لكل الفانز على ندى جلجل، وبطلي تشتغلينا يا وليه انت بارده يا ام عبدو، بجد هتتصدموا. وهجوم كبير على محمود الجمل وخليك في ابنك اللي تعبان وشوف حصل له ايه، بجد هتتفاجئوا. واخيرا اختفاء اي احلى من على اليوتيوب، يا ترى ايه السبب؟ فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بندى جلجل وخناقتها مع محمود الجمل. والحقيقه اتفاجئ الفانز امبارح بخناقه على السلم ما بين جلجل ومحمود الجمل، وبيصورها ويقول لها انت كدابه ووقعتي بيني انا وسلمى. ونحب نوضح لكل الفانز ان ندى عملت فيديو وقالت ان محمود الجمل بيخون سلمى مع واحده اسمها سارة. سلمى يا ترى هتعمل ايه في محمود لما تعرف انه بيخونها؟ لكن سلمى ما عملتش اي رد فعل على اللي حصل. طبعا محمود الجمل حب يكمل الخناقه وقال لها كده، وكان بيصورها وجلجل اللي عليها ما تصورنيش، بجد ضحكتنا قوي عليها، قالت ما تصورنيش اكتر من 8 مرات. يا لهوي يا لهوي، واو اميزنج، فاجأني الموضوع ده. طبعا لو تاخدوا بالكم محمود غير اسم جلجل بدل ام عبده لنعمه الافوكاتو، وهنقول لكم ايه السبب. طبعا يا جماعه هم هنا كانوا بيصوروا الحلقه الاخيره لمسلسل برنس مصر. طبعا جلجل اتضايقت جدا من ام عبده عشان الناس والفانز كلهم بقوا بيقولوا لها وينادولها يا ام عبده، عشان كده حبوا يغيروا الاسم فخلوها نعمة الافوكاتو. على فكره اللي طلع عليها الاسم ده من البدايه هو برنس مصر عشان لابسه تربونه زيها. تعالوا بقى لرد فعل ام عبده على حودة، وانت غريب قوي وملكش انك تصورني، ناس حشريه هتموت مني. الفانز رد على جلجل وقالوا لها هو هيغير منك ليه، انت ام عبده وهو عم محمود البواب. يعني يا جماعه ما يصحش كده، انتوا عيله واحده وما ينفعش تتخانقوا. حصل هجوم كبير على محمود الجمل وقالوا له انت قاعد تتخانق مع ستات الناس وسايب ابنك، روح شوف ابنك ناقصه ايه بدل الهبل اللي بتعمله ده. وده لان صالح ابن محمود الجمل لسه حصل له اصابه خطيره وتعبان جدا، طبعا ربنا يشفيه. اما التعليقات اللي ضحكتنا قوي على جلجل وهي ما خلاص بقى يا ام عبده بطلي تشتغلينا، ده انت وليا برده. كتير من الفانز مش مصدقين اللي بيحصل ده وصعبان عليهم اللي مصدق. عاوزين كل فانز بجنس مصري شاركونا دلوقتي، هل مصدقين ام عبده تتخانق مع عم محمود البواب ولا كل ده هزار وبيشتغلونا؟ انزلوا دلوقتي قولوا لنا في الكومنتات، واكيد احنا بنحب جلجل جدا ومحمود الجمل ومش عاوزينهم يتخانقوا خالص. ودلوقتي تعالوا نروح لاي احلى وحقيقه اختفائها عن اليوتيوب. والحقيقه كتير من الفانز قلقانين جدا على اي احلى لانها مختفيه عن اليوتيوب بقالها يومين وما نزلتش فلوجات خالص، وان شاء الله اي ترجع وتقول سبب اختفائها الفتره دي لكل الفانز، وكمان عشان تشوف غلاوتها عندنا قد ايه. ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح للاميره فيروز وعملت قلبان في الجنينه. حرفيا يا جماعه جلجل جننوها الاولاد خالص ورموا كل الكور في الجنينه. بجد مستر احمد عسل جدا، قال لها سيبيهم يلعبوا. لقوا محمود الجمل يرد على الفيديو ده ويقول لها ايه اللي بيحصل ده، ده عبط، انزلي نظفي الفيلا احسن ليكي. وطبعا ما سلمش خالص من كل الفانز اللي بيحبوا جلجل وقالوا له ما تنزل تنظفها انت، هو انت صغير؟ مين ضحك زينا على الكومنتات دي؟ يقول لنا في الكومنتات. محدش يقدر يقول غير كده. يعني انت مسميك الموسيقار حمو بيكا؟ لا انا المدرسه. انا اقدم وحش في المجال. انا بقى هحكي لكم بطوله من بطولاتي. انا مره كنت في حديقه الحيوانات وهوب لقيت سويت وصريخ سويت وصريخ في ناس في خلت الناس تجري ومحدش بيرد عليا، هوب لقيت اسد بيهجم عليا، رحت ماسكه كده ودنيس اضرب فيه اضرب فيه، الناس ما بقوش عارفين يشيلوني من عليه، رحت ماسكه من قفاه رفعه وهبته في القفص، رحت قافل الباب يعني كله كوم بقى لما تخلص امتحانات وتبقى قاعد في الصاله مثلا ماسك الموبايل وبتلعب وامك رايحه جايه هتموت وتقول لك قوم ذاكر او ربنا. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤالي فانز الفيديو اليوم هو
السؤال دمه خفيف شوية، قولوا لنا جولجول ايه الاسم اللي بيعصبها جدا لما حد بينادلها بيه، ام عبده ولا ام فيروز ولا ام جلامبو؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.